الفترة السابقة مثل ما كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور هدام بنشر الأفكار المتطرفة وبنشر مبادئ غير إنسانية أدى إلى العنف في بعض الأحيان وأدى إلى المزيد من التباعد بين المجتمعات ومزيد من الصراعات، بنفس الطريقة يمكن اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي لبناء جسور تواصل عن طريق الحوار بين مختلف أطياف المجتمع، بين مختلف الفئات العمرية وبين مختلف أتباع الديانات. بما أنه وسائل التواصل الاجتماعي من دون شك أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فبعتقد نحن نقدر نترجم مبادئنا الدينية والمعتقداتنا الدينية الإيجابية واللي يؤدي إلى السلام والمحبة والتعايش بين مختلف الأطياف، فينا نستعملها لحتى نزيد نسبة التسامح بين أفراد المجتمع ونقلل من أخطار التطرف أو التأزم أو الصراعات المذهبية أو الطائفية أو الدينية. بتمنى من كايسيد خطوة خطوة ينتقل من القيادات العليا إلى الوسط الاجتماعي، الوسط الشعبي، الفئات العمرية الشبابية، ينتقل مع احترامي الكبير للقيادات الدينية والحكومية، ولكن لنعطي نتائج فعالة أكثر، أقترح على كايسيد النزول إلى الشارع، النزول إلى الشباب، السماع إلى الشباب وإعطاء الفرصة للشباب. وأنا أشكر كايسيد لإعطائهم هذه الفرصة المميزة للتعبير عن آرائنا، للتعبير عن مواقفنا، لإيجاد الحلول المرجوة لتخفيف التوتر في منطقتنا، لتخفيف الصراعات على قدر الإمكان.